الآن وصلنا جوا في المكان قاعد يتفرج. أو تفسخ هولك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم، أهلا بكم في قناتي فليم يوري. اليوم راح نكمل لعبة إنسايد، هنكمل فين وصلنا آخر شيء. كنا في كانوا مكان موية فوق وناس طالعين ونحنا موية فوق والأرض تحت، فحننزل اليوم وحنكمل. طبعا وصلنا إلى النهاية، فعجبكم الفيديو كالتسوا لايك وخلينا يلا نبدأ. أوكي الآن وصلنا هنا زي ما احنا شايفين. هناك في بوابة، في ناس كلهم هنا مساكين معلقين مدري كيف، فنحن راح ننزل على تحت. اخر شيء شفنا مكان، يا صوت اللعب العالي ده. حلو، في اليسار كان في زي الزر هنا، انا كانه كان في باب نرفع لفوق. اوه طلعنا زيادة دول، طيح الناس كلهم. ايش بهم دول صحيين؟ الناس حسبتهم كده ميتين. طلعوا لا صحيين، فنشوف هل حيساعدونا في شيء. والله وراه قاعدين يجروا. هذا بدون راس. هذا راسه في يده ده ولا ايش؟ يعني الان هنا في زر. اوكي. فحيشيلونا، حيستعملهم بكل بساطة زي ذولاكا. اوبس، تحتاج حاجة. هل هنا في شيء؟ يلا يلا انت وشيلنا مظبوط. شغل بهذا ما يمشي. بعيدي ما نوصل. طيب كان هناك عند الابد، حنسحب اسحب هذا على تحت. شو هذا راس مقطوع؟ اي انت فينك من اول واقف؟ قلت لكم تجوا معانا. هذا ميت ليش؟ خلينا يمكن دحين يرموني فانزل هاي تحت. اوكي لان جبناهم. والله اشكالهم يا شيخ ايش ده؟ نايس. اوكي فاستعملناه عشان ننزل الماي مرتين تحت. فنانين. الان نقدر حيرموني فاقدر اسبح فاقدر اسوي اشياء اعتقد كذا. مو مشكلة. اها هنا. يس. يلا ارموني على فوق عشان اقدر اسبح. ارمي. فاقدر اسبح الان واروح اضغط الزر ذاك. حانزل تحت الان واضغط. والله فطس وطاح على وجهه مسكين. اوه في عمال. كلهم سنة اصحابنا. حتى هذا بينظف تحته. تعال ابوي حياك الله. بس غريب انه قاعد يجري ورانا بدون ما عندنا حق السيطرة حق المخ. يلا انت هو امسكوني ارموني الناحية الثانية. والله فن. طاحوا كلهم. طب احتاجكم، احتاج احد يكون معاي هنا. في سلك فوق، احتاج احد معايا. يا هو غالبا اروح انزل معاه عشان بس ضحك كلهم طاحوا. اوف كانوا هناك كما كان سري. المفروض ان اروح هناك في حبل اصفر. بس هم ما ينقزوا معايا. انا نروح يسار ونشوف نقدر هل نطلع معاهم نطلعهم نجيبهم شيء زي كذا. يس انا نقدر نطلعهم ونشوف نشوف ايش كانت الحبل الاصفر هناك. انا على بالي انه في شيء ولا هنا يطيحوا دحين يتقربعوا. ممكن من هناك اطيحهم في مكان ما. يلا انقز انقز انقز. يا سلام يا اصحاب. يلا تقربعوا. ايوه كل واحد يجي معايا. اذا في واحد فوق حنسحب عليه. يلا 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 طلعوني 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 يا حبيبي. ارموا زي الناس. قاعد اتسلق فوق بس ما شايف شيء. اها هنا ايش في هنا؟ في المكان اللي هم كانوا فيه. يخبوا اشياء علينا بس ما حيقدروا، احنا فنانين نقدر نكتشف الاشياء. فاحتاج هنا ناس معايا كمان. هنعيد الكرة، حننزل تحت وندخل الى اخره. ثلاث اشخاص ما ادري كيف، واحد معاهم عامل واثنين مفسخين. قلت الادب هذه. يلا ارمي ارمي. لا حول ولا قوة الا بالله. ارمي مضبوط. هو خرابيط نحن بطاطس قاعدين نسوي. حلو بقينا حبة واحدة بس، فقربنا من النهاية مرة. يلا كله 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 صغير. انت ليه متأخر؟ المفروض هذا نعاقبه نخليه برا لحاله. هنا في باب فاعتقد حيساعدونا نشيله. يلا يلا قوة الفريق. والله في واحد بدون يد، واحد بدون رجول. والله شوف هناك في شريرين، شكلهم حيتسحب عليهم. انا الوحيد اللي حطلع. يلا يلا يا شعب ارموني فوق. ثانك يو، الى اللقاء، شكرا لكم.
على كل دعمكم ومساعدتكم. والله مستكين تسابوا، مع انه ما ادري ايش يسووا في حياتهم لحالهم قاعدين هناك. رقم أربعة، ايش هذا؟ ناس بيدخنوا. هنا في زر، اوه تليفون، شكو دوبه كده مرمي. شوف قاعدين يطالعوا فيا دولة، ولا ايش قاعدين يسووا؟ شوف قاعد يجري، الكل قاعد يجري هنا، ايش قاعدين يسووا؟ اتفرج معاهم، سوي نفسنا ما دارين كده، ادخل مع الشعب. حسبت اني اقدر اكسر بيه. وش اقدر اسوي هنا؟ كده؟ اوكي، اروح نسحبها هناك نشوف وش اسوي هذه. نطلع فوق. كويس كويس، هم هناك كلهم مشغولين، انا قاعد اطلع فوق. مع انه ماني شايف ايش في هناك، كلهم قاعدين يطالعوا سابين شغلهم، مش قلت ادب هذه. حبيبي هذا قلب طرزان. سبايدر مان هذا، شوية طرزان شوية سبايدر مان. فطلعنا فوق الآن من مكان مواصير. هناك هناك كلهم قاعدين يطالعوا ايش في ايش؟ ايش اللي صاير؟ ايش اللي صاير؟ ايش في؟ حتى جاء اشوف المدير حقهم المانجر. ايش صار؟ نستخبى هنا. كل يطالع ايش صار؟ ايش هذا؟ ايش الصوت ده؟ حاسس انه بس يطالعوا بعدين يقولوا ما في شيء. يفكروني بمثل جير. اوكي، هنا في مكان سري. فهنا النقطة الحاسمة، خلينا نركز، هنا النقطة الحاسمة. فنحن حنكمل القصة بطريقتها العادية، بعدين راح نرجع لذا المكان. اوكي، حنكمل القصة بطريقتها العادية، حنرجع على تحت. وحنشوف ايش في المكان ده، طبعا نبعد عشان يفتح الباب، ما نقدر يفتح الباب، بعدين احنا كنا واقفين فوق. فالآن هنا ايش هذا؟ وات از ذس؟ كانها مركبة. طيب هننزل على تحت يعني؟ طيب ننزل على تحت. نروح في الدرج. طيب نقرب جنب الدرج، نلف في المركبة ما تتلف. طيب حنطلع فوق فوقها، حننقز ونمسك. غالبا حننزل تحت، لو كنا فوق فحننزل تحت. هو ايش اللي مخلي الكل ما شاء الله متحمس لذاك المكان هناك بيطالع؟ وكانها دائرة كبيرة كانت. احنا المفروض تحت الان، مو فوق صح؟ مو فوق صح؟ اوكي، هنا في اشياء نخربها كالعادة. قفلنا الموية. ده ولدك يخرب كل شيء. فك المفتاح الأول، بعدين المفتاح الثاني. ولد مصيبة، والله مصيبة الولد ده. بعدها هنا في شيء، شوف كل شيء يفتح، ما يسيب شيء في حاله. اها، لازم هذا تكون مسحوبة عشان يكون هذا مفتوح. ما يدخل هناك. طيب حنشغل الشيء اللي كان قفلناه اول شيء. حلو الشيء اللي كان اول شيء، هذه الدوامات مثل الكهرباء، المفروض اللي يتلسع. اوكي وصلنا هنا الان، حنفتح هذه الدائره اللي تنفتح. الان وصلنا جوا في المكان، قاعد يتفرج. تفسخ يا ولد، ملابسك يا ولد، ملابسك. شوفوا هذه الكرة الكبيرة من السلايم، إنها عبارة عن مجموعة من البشر. فهذه عبارة عن مجموعة من البشر، فنحن حنسوي دورنا البطولي وحنساعدهم بأننا نفك الأشياء هذه حقة السيطرة على الدماغ ولا إيش هذه. حبيبي سيبني، شوف والله مسكوني. مدري قاعدين مسكين برجولهم دول ولا بيدهم. يلا نفك هذه كمان.
فك هادي وسحبوني. الآن صرنا كتلة مكتلة من هذا الشيء الكبير اللي هو عبارة عن ناس كثيرة. فالآن حان وقت الخروج من ذا المكان. يس يا معفنين، حولتوا الناس لكتل ما نعرف ايش، خليتوهم كأنها بطاطس كبيرة، البطاطس الكبيرة يا حبيبي. والله الشيء مرعب ده، كأنه وحش والله، يكسر كل حاجة. بتبج ترى بعد يهدد دول، يمشي بيدهم، يمشي برجولهم، يمشي بكل حاجة. راحوا تقربوا على المساكين. بس انا فين رايح؟ طب قفلوا المكان ده، راح نروح يمين يا عم. فصرنا نحن والوحوش مع هذا الوحش متصلين مع بعض. هيا كسر لك السلم، كسر وكسر وانت قوي. اوه ماي جاد، شوف كم يد هيك يا فنانين دول، وما اعتقد هو المكان الصح. اصحابنا يلا يلا يلا، انتوا اصحابنا، شيلونا على فوق، شيلونا على فوق، خلينا نشهد نحن بكتلتنا البطاطسيه الكبيره. فنحن كتله البطاطس مع بعض مسوين افات خلاص عشان دوب. هذه فرحتكم بعد ما كذا 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 قعدتوا تستعملوا الناس والى اخره، شوف ايش صار فيهم، صاروا كرة بطاطس. مبسوطين يا حي؟ مبسوطين؟ كلهم فوق بعض، اطلع فوق زي المحترمين. انت تيم وورك، تيم وورك. ننقز ايه، المفروض ناكل الناس هذول كلهم عشان كلهم ما يستحوا. خلونا يتحول، نكمل طريقنا، ننقز. ما ينقز، كنت بكسر اللمبه. لا قد كذا قوي. هذا المدير الكبير، ها تعال يا مدير، ها نفسك مدير، ها كلو كلو كلو، ما يتاكل. ما توقعت كيف تصوب، بس انه يستاهل والله. يمشوا راسهم فوق، مدري رجولهم، مدري فين شكلهم حتى. يا عم رجولك الثانية هذه مو هذه، واقفة هناك. نوقفها على فوق. والله صرنا حركات يا شيخ. فتح الباب، يلا هجوم الكلاب. والله مساكين خايفين الكلاب. اسحب الخشبة، كلاب على قلتهم ما بيسوا اي حاجة. من جنبها حلو. الان نطلع فوق. فالفكرة انه دحين الكل قاعد يحاول يشرد، صاروا تيم واحد كلهم قاعد يشردوا. كل شوية رجول تنقطع ويد تتكسر. افتح الباب. شكرا، افتح الباب يلا. شكرا. طاح كيف مسكين. فشكلهم بيساعدونا بس تو ليت. في شيء هنا؟ ما في شيء. فحننزل من الدخل الصغير هذي. هيا ادخل انت. هو والله كانهم بطاطس، ما في غير قاعدين يتكسر، رجولهم تتكسر، من عارف ايش يصير فيهم. هذا الباب اللي حينفتح لما ننزل. طيب هنودي المكعب ده معانا. والله يتقربعوا، حالتهم حالة نايس، كسرنا الدنيا هنا. مو انت تروح تموت يا خبل له انت. هو يلا شيل الصندوق، شيل الصندوق، شيل الصندوق، شغل الطفايات. اوكي حنستعمل الصندوق هنا عشان نرميه ناخذ معانا، بس لازم يكون مولع بالنار. فاول شيء نرميه من فوق هذا الشيء. ارمي واحد. كيف تقربع شلون ما يداري. اثنين يلعبوا، ينفعوا يلعبوا كرة سلة. مسويين يسوي تيم، هو شخص واحد كذا كانوا بطاطس وخلصنا. شوف كل الدنيا كلها كل خراب في خراب. اللعبة كلها خراب في خراب. انتوا تطلعوا انتوا هناك قاعدين في الطرف مبسوطين. هذه خرطة العلم حقكم بالساينس والى اخره.
خلت الناس كرة بطاطس. هذه ليه مو قاعدين نزيد الحين قاعد يستهبل علينا؟ دول بعيدين. طيب نحتاج حاجة نطلع فوقها. ايش في شيء نطلع فوقه؟ سيارة. تعال يا حبيبي ما تبي تورينا ما تبي تعطينا الشيء ده، حنطلع فوق السيارة ونجيك. الغريب انه كيف واحد قاعد يتحكم في الفيديو كله، يعني ولد فين جوتهم مسكين فطس. اطلع يلا اطلع اطلع. ها دحين ما تبي تعطينا الزر؟ ها حنلوف نديه خبطة قوية. يلا حسبته حيمسك. طب انا حرميه دحين هذا بس لحاله. نقرب هذه كده نطلع فوقها نرمي دي لحاله بدون ما احنا نمسكها، يعني نحركها ورا بعدين قدام. لازم نمسك فيها. جري يمين بعدين يسار. هل ممكن نقرب دي شوي اكثر؟ خليك من اول ما تبغى تمسك تعطينا الاشياء هذي. يا ضيع العلم فيكم، فشلتونا. تقرب بعد يا حبيبي. فوق فوق فوق، اطلع فوق ودفها عشان تقدر تطلع فوقها. وصلنا الناحية الثانية. انزل دف 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 دف. يلا اطلع فوق. هم شكلهم بيحاولوا كلهم دحين الهروب، قاعدين يكسر كل حاجة. يا حبيبي يا كبر المصنع حقهم هذا ولا ايش يطلع؟ حطوه في الارض على وادم. اطلع فوقه. ايش قاعدين يسوون؟ هذا الرميل ده، هذا هذا حد يساعدنا؟ ايوه هذا هذا كويس. شغل شغل. والله انك انسان محترم. انا اقدر لك هذا. ثمز اب للرجال اللي هناك المحترم. توقعت الباب يكون مفتوح. مرة ثانية يا حبيبي. خليك اسرع بس. اشتغل اسرع. فاضيين احنا عندنا عمال ما يشتغل اسرع. شيل انت هو. اجري يا مجدي اجري. اوكي خرجنا من الباب. ايش دور الناس كلهم؟ يلا انا واقف هنا يلا. طيب ايش تبغوا؟ خلاص يعني كده انه قتلونا. ها 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 ها. عندنا ولد عنده قدرة السباحة ما لا نهاية. شكله بس هذا مكان. حنمشي على هناك خلاص ما في شيء. الآن قدرنا نهرب من المحبس حقهم الغريب ذاك. تخيل دي سمكة قرش تاكلنا. يا الليل حتكون أحلى وليمة. يعني لا هم سابونا في حالنا ولا خلونا نخرج. قاعدين بيحاولوا يعزقونا كل شوية. أوه زعلانين. يلا كسر الباب. سوي الشقلبة العالمية. يلا يلا يلا. نايس. الله طلعنا كنا فوق جبل نحن. ايوه انقز انقز. خرجنا اخيرا من المصنع، وصلنا الى بر الامان بعد ما سرنا كرة البطاطس. نهاية القصة بارت 1. فهذه هي النهاية الاولى للعبة انسايد اللي الاغلب يعرفها، بس في فيديو ثاني حنسوي فيه النهاية الثانية الغير معروفة في هذه اللعبة، لعبة انسايد اللي ما حد كان يتوقعها.
او في اماكن سريه ما حد قدر يكتشفها كلها عشان يفهم ايش هي القصه. فاتمنى يكونوا استمتعتوا في فيديو اليوم، ونشوفك ان شاء الله في فيديو تاني. مع السلامه.